وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انتوا شكلكم مرعب. يعني بص احنا لو صورنا المنظر ده وبعتنا لاوباما اللي هو يعني اخوة كفر الدوار كرمة ولا مش كرمة؟ كرمة. طب عدى عندنا فين الكلام اللي كانت بقى؟ ربنا يسددكم يا اخواني، ربنا يبارك فيكم يا رب، وبالذات اخواننا اللي واقفين حوالين المؤتمر ويعني زمان رجليهم وجعتهم، ربنا سبحانه وتعالى يسددكم وينصر بكم الاسلام ويفتح عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اسأل الله في هذه الساعة التي باذن الله ساعة الاجابة ان يمكن للاسلام. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات علماء وعالمات مجاهدين ومجاهدات عباد وعابدات. اللهم اذن لدينك ان يسود وشرعك ان يحكم. اللهم افتح لنا الابواب. افتح لنا القلوب. اللهم يا ربنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. انك ولي ذلك والقادر عليه. اخواني في الله، تخيلوا لو طلب الصفا عندهم امتحان البكالوريوس بعد ايام، كل طالب مستني بفارغ الصبر انه اخيرا هيخلص وياخد شهادته. ده ابوه مريض ومستني ان ابنه يخلص عشان يصرف عليه بقى ويجيب له الدواء، ودي اتلفت بالدنيا كلها عشان تعلم ابنها ومستنيه اليوم اللي ابنها هيصرف عليها، وده نفسه يتجوز وعايز يتخرج عشان يشتغل، والكل مستني بفارغ الصبر فرج الله القريب انه يتخرج ويشتغل. ودي طالب في النص حس انه لو دخل الامتحان هيسقط، حس انه لو دخل الامتحان هيتفضح، حس انه قدام فضيحه، يعمل ايه؟ وتفطق ذهنه عن فكره شيطانيه، رسائل محمول للدفعه كلها واعلانات في الكليه كلها، لو دخلنا الامتحان كلنا هنضيع، لو الدفعه دخلت الامتحان كلها هتسقط، لو الدفعه دخلت الامتحان عميد الكليه هيبقى اكبر دكتاتور في الدنيا، لو لحد ما بدا يرعب الناس. انتوا عارفين الطالب ده هو مين يا جماعه؟ عارفين اللي اجرم في حق الدنيا ده هو مين يا جماعه؟ عارفين الطالب اللي خاف لا يسقط في عيد الدفعه كلها تسقط مين؟ العلمانيين اللي عارفين ان لو حصل انتخابات بعد شهرين القوة الضاربة الحقيقية في المجتمع هو انتم باذن الله سبحانه وتعالى. الشعب اساسا مع الاسلام، ساعتها الناس هتختار الاسلام، ساعتها هم هيتفضحوا وهيخسرهم وهيتذلهم. فاللي كانوا امبارح بيقولوا عايزين ديمقراطية النهاردة كفروا بيها. سقطت اقنعة العلمانيين، اتفضحوا، ظهروا على حقيقتهم. بقالهم 100 سنة بيقولوا عايزين الحرية، الحرية هي لا، دول يا شباب ما بيقولوش لا للدستور، ده بيقولوا لا ليكم، ده بيقولوا لا للإسلام، ده بيقولوا لا لانتخاب التيار الإسلامي، دول ما بيقولوش لا. يا إخواني، شاب من الشباب أيام اللجان الشعبية وإحنا واقفين فيها، فجاي هو وأصحابه شكلهم جايين كده يعني إيه من مكان، يعني شكلهم المعاصي الشديدة باينة عليهم، ربنا يتوب على شباب المسلمين جميعا. فوأنا بتكلم معاه فبيقول لي أنتوا عايزين إيه؟ قلت له عايزين الحرية، أنا عايز يبقى عندي حرية انتخاب اللي هيحكمني. قال لي ليه؟ قلت له لأن لو مصر لو خدت الحرية هتختار الإسلام. قال لي هي الحرية هتجيب الإسلام؟ قلت له آه. قال لي مش عايز حرية. هو ده اللي العلمانيين الوقت بيعملوه، لو الدستور هيجيب الاسلام مش عايزين، ده انتوا اللي كنتوا بتقولوا مش عايزين، لو الديمقراطية هتجيب الاسلام لا يا عم مش عايزين ديمقراطية، مش عايزين، مش انتوا اللي كنتوا بتنادوا بالتعديلات دي وهتموتوا عليها، مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا هو قانون الطوارئ ولغته،
مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا مش عايزين حاكم يقبض علينا بأفضل الحديد وقالوا لكم باطنين؟ مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا عايزين ننتخب انتخابات حرة بضمانات قضائية وقالوا لكم هاي ضمانات قضائية؟ انتوا جايين الوقت تقولوا لا ليه؟ ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين الكلام الحقيقي ليه؟ لانه هم حاسين انهم هيتفضحوا. الناس معاها قنوات ومعاها جرايد بس معاهاش الناس اللي قاعده قدام دلوقتي، معاهاش الطيار القوي اللي مستعد يضحي بحياته عشان يوصل المبادئ دي، معاهاش قوه على الارض. فحاسين انهم هيتفضحوا. سقطت اقنعه العلمانيين. العلمانيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا فصل الدين عن الايه؟ عارفين يعني ايه فصل الدين عن الدوله؟ اقول لكم كلام ممكن يكون قاسي على قلوب بعضنا بس للاسف ده معنى كلامهم. اقول لكم هما بيقولوا ايه بس بعد ما نشيل الزواج؟ اقول لكم هما بيقولوا ايه بس بعد ما نشيل الزخرفه اللي هما بيقولوها؟ عارفين يعني ايه فصل الدين عن الدوله؟ فصل الدين عن الدوله يعني يا محمد يا ابن عبد الله لو جيت النهارده ملكش مكان لا في مجلس شعب ولا مجلس وزراء، ممنوع تدخل قصر الرئاسة، انتوا مكانكم في المسجد، في المسجد بس، ممنوع الدين يخرج برا المسجد، لو الدين خرج هنقول له عندك، انت في حدودك. عارفين يعني ايه فصل الدين عن الدولة؟ يعني بيقولوا ربنا ملكش حكم علينا. عارفين يعني ايه فصل الدين عن الدولة؟ ربنا بيقول ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. كلمة رهيبة ولكن الملك قالها عشان يعرفنا هم مين. انا بقول لكم عارفين هم بيقولوا ايه؟ عايزين يقولوا ربنا يا رب في مواضيع ربنا يتكلم فيها ومواضيع ربنا ما يتكلمش فيها. لو قلت لنا كتب عليكم الصيام هنقول ماشي، لو قلت لنا كتب عليكم القصاص لا، لو قلت لنا تصدقوا صلوا ماشي، لو قلت لنا بأكثر من 1000 آية سياسة واقتصاد لا، هنقول كلمة اليهود اللي اتلعنوا بسببها سمعنا وعطينا. يعني بنقول للإسلام بره، بره مجلس الشعب، بره مجلس الوزراء، بره قصر الرئاسة. لما قلنا لهم عايزين ربنا كلهم قالوا لنا في نفس واحد، طب وشهواتنا وملذاتنا؟ طب والنايت كلابات بتاعتنا؟ طب ونوادينا؟ قلنا لهم يعني عايزين ايه؟ قالوا لنا هاتوا لنا البديل، هاتوا لنا البديل الاول في اللي انتوا بتقولوه ده. النهارده هما جايين يقولوا لنا مش عايزين ربنا، مش عايزين حكم ربنا. بنقول لهم نفس الكلمه، مش عايزين ربنا؟ هاتوا لنا البديل، هاتوا لي واحد من الستة مليار واحد اللي على وجه الكره الارضيه احكم من ربنا نمشي وراه. هاتوا لنا واحد من الستة مليار بني ادم اللي على وجه الكره الارضيه اعلم من ربنا نسمع كلامه. هاتوا لنا واحد من الستة مليار بني ادم اللي على وجه الكره الارضيه ارحم بينا من ربنا واحنا نتبع حكمه. هاتوا لنا فين؟ فين؟ هاتوا لنا البديل. احنا اللي بنقولها كل وقت هنمشي ورا مين؟ يا جماعه سقطت الاقنعه. العلمانيه بتقول كده لمين؟ العلمانيه بتقول لا لا لمين؟ مش ليكم، لربنا، لربنا سبحانه وتعالى، للقرآن. الملك انا عايزك وانت بتسجد وبتقول سبحان ربي الاعلى قلبك هيطلع قد ايه؟ 40 كيلو متر انت لسه في الغلاف الجوي. سبحان ربي الاعلى طلعت 93 مليون ميل انت لسه عند الشمس. طب اطلع كمان سبحان ربي الاعلى 3 سنين ضوئية انت لسه عند اقرب نجم الشمس. 50,000 سنة ضوئية انت لسه عند اطراف مجرة التبانة، مجرة من 400 مليار مجرة على صدور. هتطلع فين؟ هنروح فين انت؟ انت ايه في كفر الدوار؟ حجم كفر الدوار انت بالنسبة له ايه؟ وكفر الدوار في مصر ايه؟ ومصر في افريقيا ايه؟ وافريقيا في الكره الارضيه ايه؟ والارض في المجموعه الشمسيه ايه؟ والشمس في 100 مليار شمس في مجره التبانه ايه؟ ومجره التبانه في 400 مليار مجره في السماء الدنيا ايه؟ وال 400 مليار مجره في السماء الدنيا كلها ايه؟ والسبع سماوات في الكرسي
اليك حلقة في فناء، كأن واحدة رمت غواشة في الصحراء الشرقية، والكرسي في العرش كحلقة في فناء. انت ايه؟ انتوا ايه ياللي جايين تتمردوا النهاردة على الملك؟ انتوا ايه ياللي جايين النهاردة تتمردوا على الحي القيوم؟ انتوا ايه ياللي جايين النهاردة عايزين ربنا تعاملوه زي ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم؟ انتوا ايه؟ انتوا مين اصلا ياللي جايين؟ ده ابليس خالد حكم واحد اتطرد من ملكوت السماوات. ده ربنا قال في حكم واحد لو كسرناه فأذنوا بحرب من الله. امال لو قلنا الشريعة لا انا مش عايزينها، مش عايزينها من بابا احنا بقى الفاهمة اللي هنجيب بقى، احنا اللي هنعرف نحكم نفسنا. يبقى ساعتها الناس دي بتعرضنا فين يا جماعة؟ يا جماعة احنا الوقت في نازلة، احنا الوقت في نوازل كتير قوي، بس الوقت احنا في نازلة معينة، نازلة بكرة، نازلة التعديلات الدستورية. زي ما بقول لكم الدستور زي ما الشيخ مصطفى قال مش كله، وزي ما الدكتور عماد قال مش كله، احنا موافقين عليه، ولكن احنا بنقول نعم عشان الهوية الاسلامية، وعشان اللي بعد كده بقى، عشان اللي لو تقال نعم بعد كده الانتخابات النيابية البلد ترجع تاني، يرجع لصوتك قيمة تاني، وانت بتختار الاسلام بصوتك. طب هم ماذا لو قلنا لا؟ لو الشعب قال لا، لو الشعب قال لا، يبقى النتيجة ايه؟ ثلاث حاجات هتحصل يا جماعة، ثلاث حاجات في غاية الخطورة ممكن تحصل. رقم واحد انهيار اقتصادي في البلد. يعني ايه؟ يعني مرتبات الموظفين الشهر اللي فات الحكومة طبعاها ما عندهاش ذهب يكفي ان يبقى في قطاع نفط اصلا، قطاع الفلوس. يعني مفيش فلوس، يعني مش عارفين نستورد سلع اساسية. طب نستورد ليه؟ ما احنا بننزل، بننزل عميل يا ابني. اتفاقية كان بديل